الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. شباب ثالثه ثانوي، اهلا بيكم في تاسع حلقه من حلقات فكره وسؤال. فكره النهارده بتقول ان the opposite figure if the light source is switched on، لما ولعت الكشاف ده the ratio between قوه الكشاف عند اكس لقوة الكشاف عند واي. فاكر والله العظيم انا متاكد انك فاكر، حتى لو مش فاكر حل السؤال بس فاكر ان احنا اتكلمنا كتير قوي في الحوار ده، فرق ما بين ليزر ولايت. يلا الليزر doesn't obey inverse square law، يعني الليزر ما فيش حاجه اسمها قوي هنا ولما بعد بيضعف، ما فيش حاجه اسمها كده. الليزر ما بيضعفش يابا، ده مستر بيضعف ابروكسيميتلي، ما بيضعفش. شفت اللعيبه في المدرجات بتعمل ايه؟ بتجيب الحارس، بتجيب عينه، ده معناه ان الليزر قوي ما بيضعفش بسهوله. يبقى لو نفس السؤال وقال لك قوته عند اكس لقوته عند واي، قول له معلش بقى تعالى بكره هتبقى الاجابه 1 تو 1. انما ده كشاف، مش انت الكشاف بتاع بيتك، كشاف موبايلك، لما بتبعد عن الحيطه بيضعف بسرعه؟ اه بيضعف اكيد. يبقى ده اوبي انفرس سكوير لو، اللي هي الانتنسيتي انفرس مع سكوير الديستانس، عشان كده اسمه انفرس سكوير لو. نكتب ايه يعني؟ انتنسيتي اكس على انتنسيتي واي ايكوال ديستانس واي على ديستانس اكس، عكس بعض. طالما كتبت هنا كده اكس واي لازم اكتب هنا واي اكس، عكس بعض. بس خلي بالك اوعى تنسى السكوير، خلاص. تعالى بقى، هو عايز ريشيو عاديه، تبقى انتنسيتي اكس على انتنسيتي واي ايكوال، خلي بالك في فوق سكوير وفي تحت سكوير، ديستانس واي فين 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 فين، اهي اهي اهي، كل دي اسمها 2D. يلا حطها 2D. ديستانس اكس اسمها دي بس، والله العظيم هتغلط في الامتحان، والله بحلف. السكوير ده بيدي دي ويدي دي، والسكوير ده بيدي دي، تبقى 4 دي سكوير على دي سكوير، كنسل دي سكوير مع دي سكوير، يبقى لك 4 على 1 ولا لا؟ ويبقى الريشيو 4 تو 1. انا 4 تو 1. انا بكرر تاني السؤال ده، لو هو بس بدل كلمه لايت بكلمه ليزر هتبقى الاجابه 1 تو 1، لان الليزر ما بيتاثرش بالديستانس، doesn't obey inverse square law. احنا كده رجعنا حته مهمه قوي في الليزر. اشوفكم الحلقه الجايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.